بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابب اليوم أشارك حضراتكم موضوع مهم، وهو الرد على من يشكك في إضافة الماء المقطر عند تصنيع وتركيب العطور. كما نعلم جميعا أن العطور لها مكونات أو لها مكونات عدة، يدخل في تركيبها أساسا الزيت العطري، ويكون الوسط الانتشار وهو كحول الإيثيل، وهو من أفضل المذيبات العدوية التي يمكن أن تستخدم في صناعة العطور، حيث أنه بيكون هو الحامل للعطور ووسط الانتشار. يعني كحول الإيثيل المستخدم في صناعة العطور هو أفضل مذيب عدوي لتركيب وتصنيع العطور. بيكون تركيزه كام؟ بيكون تركيزه في حدود 96%. المكون اللي بعد كده وهو الماء المقطر. الماء المقطر، الماء المقطر حضراتكم ده موضوع الفيديو ان شاء الله عليه اليوم، وهتكلم عليه بالتفصيل. اما المكون اللي بعد كده وهو المثبت، ويختلف المثبت من شخص لاخر ومن شركة لاخرى. فحضراتكم حابب اشارك حضراتكم في اضافة الماء المقطر، اضافة الماء المقطر الى تصنيع وتركيب العطور. في حد بيسأل او حد بيشكك، بيقول ده مش مهم اضافته عند تركيب وتصنيع العطور. الماء المقطر نظرا لان احنا حضراتكم بنستخدم كحول تركيز 96%، فبكون الكحول في هذه الحالة قوي جدا، وبالتالي يلزموا إضافة ماء مقطر، يلزموا إضافة قليل من الماء المقطر. وحضراتكم نعرف فوائد الماء المقطر العظيمة لإضافته للعطر أو إلى مكونات العطر، حيث أنه أول حاجة الماء المقطر يساعد على توازن العطر، يساعد على توازن العطر. العطر اللي عندي لو ما ضفتش ماء مقطر، طبعا الكحول الأساسي بيكون تركيز عالي، فإضافة الماء المقطر لتساعد على احتفاظ كحول الإيثيل بمكونات العطر المختلفة، وتساعد على توزيع العطر والزيوت العطرية المضافة والمكونات الأخرى، والتوزيع والتجانس والاندماج والانتشار، وبالتالي تساعد على قوة العطر، تساعد على قوة العطر. دي أول حاجة من أسباب إضافة الماء المقطر إلى العطور. ثاني سبب، وهو أيضا من الأسباب المهمة، تقليل استنفاد العطر، تقليل استنفاد العطر وتحسين الثبات، وتحسين الثبات. أما حضراتكم عند إضافة الماء المقطر، عند إضافة الماء المقطر إلى العطور، فهذا الماء يقلل من حدة كحول الإيثيل اللي هو تركيز 96%، وبالتالي يساعد على احتفاظ الكحول الإيثيل بالزيت العطري، يساعد على احتفاظ الكحول الإيثيل بالزيت العطري، ومن ثم يساعد على زيادة مدة ثبات العطر على الجلد، يساعد على زيادة مدة ثبات العطر على الجلد، أي أنه يساعد على تحسين ثبات العطر عند استخدامه، عند استخدامه. ده فائدة الماء المقطر. الفائدة الثالثة والمهمة أيضا، إن احنا حضراتكم في الكحول الإيثيل المستخدم كما نعلم جميعا تركيزه 96%، فهذا تركيز عالي جدا. هناك بعض الأشخاص يعني بيكون عندهم حساسية في البشرة، حساسية في البشرة أو في الجلد، وبالتالي عند إضافة الماء المقطر، عند إضافة الماء المقطر إلى كحول الإيثيل أو إلى مكونات العطر، هذه الإضافة المهمة والضرورية جدا تساعد على تقليل حدة وقوة تركيز كحول الإيثيل، وبالتالي تقلل من فرص تهيج البشرة ومن فرص الحساسية التي يمكن أن تحدث للبشرة. يبقى حضراتكم دي حاجات مهمة جدا للماء المقطر. في واحد بيسأل يقول لك الماء المقطر ده طيب الاقيه فين؟ الماء المقطر متوفر في الصيدليات،
موجود في عبوات اكياس بلاستيكيه زي ما حضراتكم شايفين، او في عبوات كبيره بتكون عبوات ايضا كبيره، او في امبولات. المهم ان الماء المقطر متوفر في اي صيدليه بشريه ممكن حضراتكم تلاقوه. طيب الماء المقطر حضراتكم هنعمل عليه برضو فيديو مخصوص. الماء المقطر ده ما حدش يقول ايه هو الماء المقطر. الماء المقطر ده عباره عن ماء حضراتكم، ماء عادي وتم غليانه في اوعيه خاصه. هذه الاوعيه تم تغطيتها وبحيث ان هي تكون محكمه القفل ويكون ليها فتحه لخروج بخار الماء. هذا البخار يتجمع ويتكثف عن طريق التكثيف والتبريد، ثم يستقبل فيما يسمى القابله. يعني بعد ما يطلع البخار يعني بيتم غليان الماء، بيغلي بخار الماء ثم بيخرج من فتحه، طبعا كله فتحه يعني وحيده، بيتجمع فيما يسمى بالمكثف، بيكون حواليه ثلج او مبردات. يتم تكثيف هذا البخار الى ماء، بينزل الماء في قابله، هذا الماء يعرف بالماء المقطر. هذا الماء المقطر حضراتكم بيكون تركيز المواد الصلبه الدايبه فيه 0%، يعني ما فيهوش اي نسبه من الشوائب او المواد الصلبه الدايبه فيه. ده بالنسبه للماء المقطر. حضراتكم يعني ضروري، خطوه مهمه جدا وضروريه لاضافه هذا الماء في تصنيع العطور. علاوه على ذلك كما نعلم حضراتكم يراعى عند تصنيع العطور ان احنا حضراتكم لابد ان احنا يعني في مراحل مهمه يمر بمراحل مهمه، اللي هي اختيار العطور واختبار هذه العطور وتجربه هذه العطور. علاوه على ذلك ان احنا حضراتكم بيكون في حضراتكم شاريين او يتم شراء الخامات المستخدمه في صناعه العطر او وتركيب العطر من شركات. هذه الشركات بتكون وضع بيانات او بطاقات على العبوات، كل عبوه عليها بطاقتها وبياناتها. هذه البيانات توضح طريقة استخدام هذه البيانات ومكوناتها ونسبها، وبالتالي يراعى عند تركيب وتصنيع العطور اتباع كل التعليمات الموجودة على هذه العبوات بدقة، حتى يتم إن شاء الله يعني إنتاج عطر عالي الجودة وممتاز. فأنا حابب أشارك حضراتكم لأن بعض الإخوة الأفاضل بيشككوا في يعني عدم أهمية إضافة الماء المقطر عند تصنيع العطور، ولكنه من يعني من أهم الخطوات الضرورية عند صناعة وتركيب العطور هو إضافة الماء المقطر عند صناعة وتركيب العطور، لأن اتفقنا حضراتكم إنه بيساعد على توازن العطر واحتفاظه واندماجه، يساعد على عدم استنفاد العطر يعني ما لا تخرج بسرعة، وبيقلل من حساسية العطر. يعني بناء على ذلك ان حضراتكم بيكون العطر الناتج عطر عالي ممتاز جدا، ممكن حضراتكم تستخدموه ما يكونش فيه اي مشكله. حضراتكم يعني اكون شاكر حضراتكم لو اشتركتوا وبتدعمونا على اساس ان احنا حضراتكم بنطلع اي حاجه جديده ومعلومات مهمه جدا باذن الله تعالى، لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. واكون شاكر لحضراتكم لدعمكم لنا. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.